السلام عليكم شباب. أسهل تطبيق هذا ليه؟ يعني للصور وتحريرها وتحويل الصور إلى فيكتور وإلى كرتون وإلى حاجات كثيرة جدا، تحريك الصور أيضا. فهذا التطبيق يغنيك عن فوتوشوب إذا أنت مش متعلم فوتوشوب. طبعا فوتوشوب صعب شوية، ياخذ وقت في التعليم، فالتطبيق هذا أسهل لك منه ويقدم إمكانيات جميلة جدا وجيدة أنتم شايفينها في العرض اللي أنا عامله. طبعا خشوا على الرابط ورابط القناة حقنا، قناة جديدة نتكلم فيها عن التطبيقات المفيدة وفيها شرح صراحة عن التطبيقات المفيدة. وإذا أعجبكم الشرح وحملوا التطبيق ودعمونا بلايك واشتركوا في القناة واكتبوا لي في الكومنتات إذا كنتوا تحتاجوا أي فكرة أي تطبيق نجي ونشرحه في القناة إن شاء الله.